لتتواصل مسيرتنا الوطنية الواحدة على درب التقدم والاستقرار نحو ما نتطلع له معكم دولة ومواطنين من ازدهار ورفعة. فمنذ أن حملنا العهد وعقدنا العزم بمساندة شعبنا الوفي على تنفيذ رؤية إصلاحية والتي استطاعت بعون الله وعبر مسيرتها الثرية أن تبلور تجربتنا البحرينية الرائدة، وقد كان لذلك الثبات دور كبير في استمرار الإجماع على ثوابتنا الوطنية وفي تحول تطلعاتنا في الإصلاح والتحديث إلى تجربة واقعية ناجحة بمحافظتها على الهوية الوطنية الأصيلة وخصوصيتها العربية والإسلامية. حماية الوطن شرف لي ووسام أفتخر فيه. سنبذل كل الجهود لوطن آمن وشعب مطمئن. وطن نحمله بداخلنا ونمثله ونرفع اسمه في كل مكان. أفتخر بمجازات وطني، بتاريخه العريق وحاضره الزاهي ومستقبله المشرق. كل يوم أحب البحرين أكثر. هالأرض الطيبة ربتنا وزرعت فينا مبادئ وقيم ثابتة ما يغيرها الزمن. من واجبي أصنع جيل واعي بدوره ومسؤوليته اتجاه الأرض. شكلت هذه الكلمات العميقة رؤية سامية لعاهل البلاد المفدى الذي حرص منذ إطلاق مشروعه الإصلاحي الحضاري على تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة باعتبارها ركيزتان أساسيتان للنهوض بمجتمع البحرين رغم تزايد التحديات والتحولات التي تشهدها المنطقة والعالم. إنها دعوة من جلالة الملك المفدى لتحرير الناس من عزلة الطائفية وخندق التطرف إلى فضاء الوطنية. إنها دعوة للإيجابية والتفاؤل والأمل، وهي دعوة المحبة الأبوية الكريمة. وإن تحقيق هذا الهدف الوطني يتطلب منا مواجهة التطرف والطائفية والكراهية. وانطلاقاً من الرؤية الملكية السامية جاءت الخطة الوطنية لتعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة. فالولاء الوطني لدى أبناء البحرين حقيقة ثابتة تم التعبير عنها بالممارسة الواعية في الانحياز إلى الوطن وتقديمه على ما سواه من أي انتماءات، لتتضمن الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة تحليل للتحديات والأهداف، إضافة إلى تأصيل القيم المشتركة والهوية والثوابت الوطنية. إن تعمق الإحساس بالولاء الوطني لدى أبناء الشعب البحريني يدفعنا إلى بذل المزيد لتعزيز هذا الشعور في وجدان ووعي الأجيال القادمة. فالأجداد والآباء حافظوا على الولاء للوطن والوفاء لقيادته وأخلصوا في هذا النهج، واليوم نكمل الدرب والمسيرة لنعمل على ترسيخ هذه القيم في نفوس الأجيال المتعاقبة. ليحفظ الله بحريننا. الحضور الكريم، تمكن مجتمعنا في كل الأوقات أن يحافظ على نسيجه الواحد بقيمه النبيلة وبسمات الإنسان البحريني المتحضر المعروف بدماثة خلقه وسعة أفقه وبالتزامه وإخلاصه في خدمة وطنه والفخور بإرثه وهويته. وهذه هي الشخصية البحرينية الأصيلة التي نريد لها أن تواصل في تألقها
وتفوقها من أجل البحرين المستقبل، فلنعمل جاهدين بالحفاظ عليها ونحصن بها سياجنا الوطني. نعاهدكم يا جلالة الملك أن نستمد عملنا وخطواتنا من رؤيتكم الثاقبة، ونحافظ على قيمنا وعاداتنا وهويتنا، ونعزز ولاءنا بكل إخلاص جيلا بعد جيل.